كل خبراء التعليم في العالم كله اجمعوا على ان التعليم ما قبل كورونا بقى في حاجة تانية مختلفة تماما اسمها التعليم ما بعد كورونا، وكأن جات كورونا في النص عشان تؤرخ لي مرحلة جديدة في كل حاجة. بس احنا دلوقتي بنتكلم عن قطاع التعليم. بحسب الاحصائيات صادرة من معهد اليونسكو بتقول ان في 1.5 مليار دارس حول العالم، اي ما يعادل حوالي 90% من كل الدارسين حول العالم كانوا قاعدين في البيت وقت فيروس كورونا. تمام، دي بحسب الاحصائيات. التعليم كان عامل ازاي؟ التعليم كان منقسم في البداية، كان تعليم عن بعد فقط، تعليم عبر بقى التطبيقات المختلفة زوم وخلافه. واحنا كنا بنستعد بالمناسبة قبل فيروس كورونا لهذه المرحلة، لكن جت فيروس كورونا فعجلت بهذا الأمر. في تعليم تاني بعد فترة لما الدنيا بدأت أو الناس بدأت تطمن أكتر، فبقى في تعليم هجين، لا احنا هنحضر يومين في المدرسة وبقية الأيام هتبقى أونلاين عشان نتعلم كده ونتعلم كده. وفي طبعا تعليم تاني اللي هو التعليم الإلكتروني، ده في المرحلة المقبلة هيتم تطبيقه وتنفيذه بشكل موسع. ايه هو التعليم الإلكتروني؟ ان يكون التعليم جوه المدرسة إلكتروني. طبعا مفيش حد فينا ما كانش بيشوف شنط المدرسة وما كانش بيتحمل شنط مدرسة فيها كمية كتب ممكن تزن إلى 6 و7 و8 كيلو. طفل في ابتدائي أو طفل في إعدادي شايل شنطة فيها كتب مدرسية وفيها كراريس وكشاكيل وإقلام ومساطر ومش عارف إيه، لا وزن. فدلوقتي الوضع اختلف تماما، والتعليم ما بعد كورونا هيكون مختلف تماما. طيب لسه مكملين في ورشة العمل اللي بتتكلم عن التعليم ما بعد كورونا ومسارات التعافي. دلوقتي معنا لقاء تاني مع أمنية صلاح برضو من فريق محتوى منتدى شباب العالم. هنروح نتابع هذا اللقاء ونرجع لحضراتكم مرة تانية. احنا الورشه بتاعتنا مقسومه موضوعين اساسيين. الموضوع الاولاني كان عن الاثر كوفيد او الجائحه على التعليم، وطبعا التحديات اللي ترتبت على الجائحه على التعليم شملت اكتر من شكل، يعني جزء منها شمل المعلمين، دورهم الجديد، مسؤولياتهم، المهارات اللي هم محتاجينها اللي لازم يبقوا عندهم عشان يقدروا يتعاملوا مع الطلبه في المدارس دلوقتي. في جزء ثاني كان خاص بالتكنولوجيا، احنا دلوقتي بقينا مضطرين احنا نتوسع باستخدام التكنولوجيا في التعليم، بس نفس الوقت ده ليه اثر، زي ما ليه اثر ايجابي ليه اثر سلبي كمان، ومحتاجين احنا نواجهه. كمان اثار تانية ليها علاقه بالتمويل، يعني احنا كنا بنتكلم على نقطه مهمه قوي او ايشو مهمه قوي، احنا اصلا قبل الجائحه كان في دول عندها مشكله في انها تقدر تحط او تقدر تصمم تمويل كافي لانها تدعم التعليم عندها، خصوصا الدول الناميه. وبالتالي لما حصلت الجائحه حصلت الفجوه او الجاب اللي حصلت بين الدول دي زادت اكتر ما قلتش. التوصيات العالميه دلوقتي اللي خارجه بتتكلم بان هو لازم الدول تدعم اكتر تمويل التعليم عندها، بس احنا بنتكلم ان في جاب بين الدول. فالنهارده كنا بنتناقش في الايشو دي ازاي ممكن نحلها، او ازاي الدول الغنيه والمؤسسات الدوليه ممكن تدعم حاجه زي كده. ده برده شكل من الاشكال اللي احنا اتكلمنا عليه النهارده. الموضوع الثاني كان عن موضوع الفساد وازاي نقدر نواجه الفساد عامه من خلال التعليم. طبعا احنا عارفين المدرسه هي البدايه لاي حاجه، اي ظاهره سلبيه عايز تواجهها او عايز انت تحلها مستقبلا لازم تبقى من خلال المدرسه او من خلال التعليم. فدلوقتي في توجهات عالميه ان يبقى التعليم متضمن من خلال المناهج وتدريب المعلمين والشرح جوه المدارس القيم والمهارات الاساسيه اللي بتعلم الطلبه هنا النزاهه والامانه، وازاي بعد كده في المستقبل يخلق مواطن يساعد في انه يبقى المجتمع اكثر نزاهه وامانه.